أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم وحلقة جديدة من برنامج عالم مارينا. أولا خليني أهني جميع المشاهدين بمناسبة عيد المولد النبوي. إحنا النهاردة نقدم لكم حاجات جميلة جدا بمناسبة عيد المولد النبوي. موضوع حلقتنا النهاردة من المواضيع الهامة على الساحة المصرية. موضوع حلقتنا النهاردة عن الأكل البرازيلي بمكونات مصرية والاحتفال بالمولد النبوي على الطريقة البرازيلية، وده كله هتعرفوا لنا النهاردة كل ده وأكتر. معانا الشيف البرازيلية الشيف عليا. أهلا وسهلا بك. انتي بقى المفروض عملنا ايه النهاردة بالنسبة للأكل البرازيلي على الطريقة المصرية؟ بصي، اولا انا جزائرية. جزائري. انا عمال بقول بس البرازيل ايه. تمام كده. بصي، احنا لينا برضو الاكل، العادات والتقاليد الجزائرية برضو في مولد النبوي بتبقى مختلفة. تمام. فبنبقى بنحتفل بالمولد النبوي، عندنا اكلات شعبيه زي اللي انا ان شاء الله باذن الله كده هنقدمها، حاجات حلويات برضو، او حاجات زي مثلا هنا عندنا حلاوه المولد والكلام ده، فاحنا عندنا حاجه برضو اسمها الطمينه برضو، دي زيها بالظبط. ونبقى وعندنا حاجات تانية يعني زي الغرب، في كل منطقه ولها العادات والتقاليد بتاعتها او ليها لمسه بتاعتها. تمام. فهو ده. طيب انت ممكن تقول لنا مثلا مكونات الحاجه بحيث ان المشاهدين يبقوا عارفين ازاي الست المصريه تقدر تعمل اكل جزائري بالزبط. بالطريقه الجزائريه على المكونات المصريه، يعني تقدر بالزبط. تشتريها وتقدر تعمل بنفس الطريقه الجزائريه. تمام. زي مثلا احنا بنسمع مثلا هنا في مصر بيسمعوا طاجن الزيتون. طاجن الزيتون ايه؟ طاجن الزيتون ده، طاجن الزيتون حاجه سهله خالص، هو مجرد زيتون مخلي ونجيبه ونعمله مع الفراخ او لحمه او بحاله حسب امكانيات، ممكن ما تعمليش فيه اي حاجه خالص. ده اللي هو يمكن اللي هو الطبق الزيتون. ده اكله شعبيه تتعمل في الافراح في المناسبات الجزائريه، زيه زي الكسكسي. سهل جدا، عادي زيتون مخلي ونجيبه ونسلقه مره واتنين بحيث ان احنا نشيله الملح اللي هو فيه. تمام كده. ومع جزر وممكن لحمه، ممكن فراخ، انا حسب امكانياتك. المكونات سهله معانا. سهله جدا خلص. ممكن اي انا بصي فكرتي كله ان انا بحب الاكل الجزائري، انا جيت هنا واتعلمت الاكل المصري، فبرضو عايزه ستات وفي ستات كتير اتعلمت مني الاكل الجزائري وبقوا يعملوه شاطرات اشطر مني كمان. انا متلخبطه جدا ما بين الاكل البرازيلي والاكل الجزائري. لا الاكل الجزائري الجزائري. لا الجزائري ان شاء الله. بس لا، طب وفي حاجه برضو تانية برضو تلفت شويه النظر اللي هو شبه الفطير ده. ايوه بالظبط كده. ده حاجه اسمها المحاجب، دي حاجه زي السندوتشات الشعبيه. زي هنا عندنا الفول والطعميه والكلام ده. الجزائر عندنا المحاجب الحارين، دي حاجه زي الفطير بتبقى معموله بس مش بالدقيق، بالدقيق السميد. ونحط فيها اللي هي الصلصه، الصلصه بتاعتها بتتكون بصل وقوطه وشويه شطه، اللي عايز بالشطه ياكل بالشطه، اللي عايز من غير شطه بياكل من غير شطه. برده ممكن الست المصريه تعمله عادي جدا. احنا بنعمله مربع، هو ممكن زي الفطير عادي ويتلف وكل حاجه. بس وبرده في حلويات شكلها مختلف شويه. تمام. عن الحلويات بتاعتنا، يعني برده الاسامي مختلفه وطريقه العمل برده مختلفه شويه. فممكن معلش تقول لنا مثلا الوصفه بتاعتها تبقى عامله ازاي؟ بصي مثلا انا هنا كتير شفتهم مايلين للبيتي فور اكتر حاجه، فهم بالنسبه لهم السابلي زي البيتي فور، يعني حاجه سهله برده، يعني بدل ما اعمل البيتي فور اعمل برده السابلي، مش مكوناته مش كتيره وممكن اعمله سهل جدا. في حاجات جزائريه تبقى شويه ايه، فيها شغل شويه عالي وصعبه شويه انها تعملها. وفي عندنا برضو زي مثلا انا عامله هنا حاجه اسمها البسكوت اللي هو بالسمسم، او زي ما نقول احنا بالجزائري الجلجلانيه. انتوا هنا مثلا ممكن تسميها السمسميه، بس هي مش سمسميه بالسمسم، بس بعجينه، عجينه الصابليه. طيب ممكن تعملها. ممكن حد مثلا يكلمك ويقول لك انا عايزه مثلا اسم حاجه معينه بالطريقه بتاعت المصريه، انت تبقي فاهمه هو عايز ايه بالطريقه أكيد. الجزائريه؟ اكيد طبعا اكيد. سهل جدا ان شاء الله. معلش بقى الحاجات اللي هي اللي هناك الاخيره دي اللي هي دي اللي زي احنا اليومين دول مولد النبوي الشريف، هي دي الحاجه الاساسيه اللي هي الطمينه.
اللي احنا المفروض بنحتفل بيها اصلا في الجزائر. اليوم اللي يوم اللي هو بنحتفل بيه يوم المولد النبوي الشريف لازم في كل البيوت الجزائريه بتكون موجوده اللي هي الطمينه دي. احنا بقى هنا عندنا بيبقى عباره عن عروسه المولد والحلويات. ما انا عشان كده بقول لك انها مختلف، بس ممكن نعمله برضو يعني مش صعب يعني. هو برضو دقيق دقيق البسبوسه زي ما بيقولوا هنا المصريين، دقيق البسبوسه ويتعمل بسمنه الاول نحمصه شويه على الصاجه او على الطاسه بتاعتنا، ونكون ونحط عليه زبده واسمه ايه ده عسل على بعض، ونخليه شويه على النار كده وزينيها انت زي ما انت عايزه، زي السمسميه والحاجات دي بدل العسل فيها الزبده برضو. بس انا برضو شايفه اللي هي الصينيه اللي هي زي عندنا برضو قعده العربي بتبقى شاي، دي حاجه اساسيه. ده بقى ايه اصلا؟ بصي هو عندنا هنا النعناع، احنا ما بنقولش اللي هو مثلا انا عايزه اشرب نعناع، عايزه اشرب شاي او حاجه كده. روحي اعملي لنا براد تاي لاتي. فالقعده دي لازم تكون موجوده عندنا سواء في القهوه او سواء في الشاي، في المناسبات، في الافراح، يجيني يضيف قعدتنا هي كده. يعني زي قعده بالظبط العربي، زي قعده اللي عربي اللي زي بتاعه المصريين كده. احنا بس عندنا شاي. انت دي اسمها احنا تي 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 لاتي مثلا باللهجه العاميه الجزائريه، بنقول اديري لي لاتي. لاتي يعني مثلا بعد الاحتفال، بيناسب الاحتفالات والكلام ده. بالظبط. بس حلو جدا بجد يعني، هي فكره عجبتني قوي ان احنا اوقات بنبقى عايزين الاشياء المختلفه. احنا مثلا متعودين على المولد ان احنا دايما بنعمله العروسه والحلويات اللي هي بتاعه المولد العاديه جدا. تمام. فدي حاجه مختلفه شويه، بحيث ان احنا نغير من المود اللي احنا دايما بنعمل اللي هي نفس الاشياء. فان الحلويات اللي هي الجديده دي بالنسبه للجزائري ان احنا نعملها فكره هنا في مصر جميله جدا. هو ده انا كان هدفي كله، ان انا حتى انا بقول لك انا على ستات مصريه بتسالني على وصفات جزائريه وبتعملها. بتلاقيها بابسط الحاجات يعني، مش لازم حاجه جزائريه، مش لازم الخامه بتاعتها لازم اجيبها من الجزائر، لا موجوده قدامي ممكن اعملها. طب معلش ممكن تقولي لي بس مكونات مثلا الحاجه اللي هي ده الكسكسي متهيألي؟ ده الكسكسي برضو زي برضو عندنا بنعمله في المولد، بنعمله بشوربه اللحمه، شوربه فراخ. بالليل في السهره كده بنجيبه بنعمله زي ما انا عاملاه كده، ونحط عليه برضو سكر البودره مع المكسرات والكلام ده، ومع القعده اللي انت شايفاها دي كده. طب ممكن معلش تقولي لي المكونات مثلا بتاعته او اعملها ازاي في البيت؟ لان احنا هو بصي طريقه عمله صعبه شويه، ان انا اقول لك ان انا اعمل. احنا في الجزائر ممكن عندي الامكانيات الحاجه اللي انا بعمله بيها هنا، مش هو مختلف عن الكسكسي المصري. الكسكسي المصري عندنا حاجه اسمها رفيس، حاجه تانية خالص. تمام كده. بس الكسكسي ده لا، حاجه تانية برضو مختلفه عن الكسكسي المصري خالص، لان ده معمول بدقيق السميد مش بدقيق الدقيق العادي. ده هقدر الاقيه هنا في مصر؟ تلاقيه، انا جايباه من مصر، انا ما رحتش الجزائر، انا جايباه من مصر، موجود كل حاجه. الحمد لله يعني. طب تمام، حلوه خالص. وده طاجن ايه؟ ده سلطه الرز. ده رز محطوط عليه بيض مسلوق، لانشون، شويه بقدونس، مايونيز، الصلصه بتاعت السلطه العاديه. تمام كده وبس. يعني دلوقتي احنا مثلا في البيت المصري بيبقى عندنا الاكله كوجبه مثلا غذائيه كامله. عندنا مثلا هنا الاكله دي اللي هي اسمها ايه؟ الزيتون، طاجن الزيتون، ومعاها السلطه، او معاها ايه تاني؟ معاها طاجن الحلو برضو ان احنا هنقدمه. لا ده كده احنا كده مثلا الوجبه بتاعتنا، وبنحلي مثلا بيها بالحلويات العاديه. لكن بالنسبه للكسكسي وبالنسبه للحلويات اللي هناك دي ده بالنسبه حاجات مولد، مناسبات، افراح، مناسبات، حاجات فرح. بحيث ان هي بتبقى موجوده، ممكن نعملها مثلا في العيد الكبير او في العيد الصغير عادي نعملها، وبشوربه اللحمه، بشوربه الفراخ، اي ما اي حاجه اللي انت عايزاها بيها تعمليها. يا سامح هو بيتاكل باي طريقه عادي. حلو وحادق، حلو وحادق. عايزه تاكلي حلو تاكلي حلو، عايزه تاكلي حادق تاكلي حادق، الحادق اللي هو معناه الشوربه بتاعته. تمام كده. في برضو حاجه انت كنت قايله عليها اللي هو احنا بنحتفل بالحنه. يعني ان احنا زي يوم المولد كده. عامله ازاي بقى؟ بصي نجيب الحنه وبنعجنها عجينه عادي بالميه بتاعتها عادي، ونجيب الاطفال عندنا. بصي اهم حاجه احنا عندنا في مناسبه زي كده ان احنا اللبس التقليدي. انا للاسف عشان طبعا بقالي انت عارفه موضوع الكورونا والكلام ده، فالواحد منقطع تماما عن السفر والكلام ده، فما فيش اللبس التقليدي دلوقتي. فهو لازم عندنا الاطفال نلبسهم اللبس التقليدي، نعمل لهم الحنه او نرسمها زي ما هنا، ونعمل لهم ونخليهم يباتوا بيها ليلة، عشان بحيث ان هم يصبحوا الصبح ايه فرحانين بيها. مع حاجات زي موضوع الحنه ده بيغير الاجواء بتاعت. انا عودت بناتي عليها ان انا لازم عندنا موضوع الحنه دي، حتى عادي في العادي بيحبوها بالطريقه اللي هي الجزائريه بعملها لهم.
طب لذيذ قوي بجد، يعني فعلا الفكره عجبتني قوي. طب انت جايبه لنا الحنه النهارده، ممكن تعملي لي انا حاجه مثلا صغنونه كده؟ حاضر، عينيا عينيا ليكي. عشان خاطر ايه برضو بصي احنا بنحب المولد ان واحده احنا بس. نعمل طبعا احتفال، بنبقى سعداء بتغيير الاجواء، اللي هو مثلا الحلويات، العروسه، المولد، بنحس بتغيير من الجو. وعلى فكرة واحنا بدل فاحنا عروسة النهارده عايزين المولد نعيش الاحتفال الحتة ده في الجزائرية دي. الجزائر، فانا حابه ان انا ايه يعني بصي انا هوريكي طريقة تعملي لي كده حاجه كده صغنونه. صغنونة ان شاء الله بإذن الله، بسيطة جدا. هي الحنة طبعا بنكون عجنينها عجينة كده. ثانية، بجد اصلا الشكل عاجبني جدا، يعني هو الاكل عموما من الشكل يعني مغري، بصي والحلويات مغيره المود شويه، وهو شكل بصي الكاسات ثانية وهي كده. محطوطه بتاعت الشاي او أنا التاي اللي هو باللغه بتاعت الجزائري. بصي هي نعمل الحنة دي عجين اه تمام كده، ونحط الإيد اه في الإيد، ونعمل دايرة صغيرة كده، اه ونحط يعني عليها ممكن القطن. تجربي بصي لي. ايوه أهو كده، ونحط عليها القطن وبعد وخليها. كده تتبني بقى الشكل. وعايزة ترسمي، عايزه اه ترسميها زي هنا في مصر، عايزه ترسميها ارسميها عادي، اه بس احنا زي في ناس هنا بتقولي انتوا عاملين زي السودانيين بترسموا الحنه في ايديكم اه بس كلها. لا يعني شكلها حلو، فكره بالظبط، ان احنا نعمل لازم الحنه. او يعني بصي انت نرسمها. بتديها كده الشكل ده مثلا، بحيث ان هي تبقى طريقتها جميل، جميله قوي. والاطفال بيحبوها، خصوصا الاطفال في يوم زي ده بيحبوها، بيقول كله مستني ان هو ايه، مين الاول مين الاخر وكده، اه مع اللبس التقليدي والكلام ده، فحاجه لذيذه جدا. طب احنا برضو هنطلع برضو فاصل، وهنكمل برضو كلامنا عن الاكل، ان شاء الله. وبرضو فيه برضو هنا مشروب لسه ما اتكلمناش عنه، وعايزاكي برضو انك انت تعيشينا في الاجواء بتاعت المولد في الجزائر اكتر. يعني انا عايزاكي تحسسي المشاهدين ان احنا النهارده عندنا احتفال بالمولد بطريقة مختلفة جدا، غير التقليد اللي احنا دايما متعودين عليه. طبعا فاصل وهنرجع تاني. ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل، واحنا بنتكلم في موضوع الاجواء بتاعت المولد في الجزائر، فدي احنا لازم نعيشها، وان احنا نغير المود بتاعنا اللي هو الطبيعي ده. النهارده هتعرفه لنا النهارده الشيف عليا. انا برضو كنت بتكلم معاكي في الفاصل ان انا بجد فعلا نفسي ارسم الحنه اللي هي بتاعت الجزائر. ممكن ترسميني بس يعني تديني شكل كده، بحيث ان احنا المفروض كمان ممكن يكون معانا اطفال او كده. المفروض. اه بسم الله الرحمن الرحيم. بصي على الطريقه الجزائريه الاصيله بقى. بصي دي عامله زي الحنه اللي هي البلدي بتاعتنا ايوه الطبيعيه. ايوه انا جايبه، انا بقول لك انا جايباها هنا من مصر، انا ما رحتش الجزائر وجبتها. ده الحنه بالنسبه موجوده. للمولد في بصي الجزائر، ده بيبقى الاطفال بتعملها بالشكل بتعملها ده. كده بالشكل ده، تبقى عايزه ترسمي لهم ده بيبقى ترسمي. شكل الاحتفال معلش. بتاعنا، بس بتفضل بقى مع الاولاد تقعد. تقعد بيها طول النهار. هي بتنشف لوحدها اوتوماتيكي تنزل يعني بصي يا لوحدها. جماعه هي فعلا شكلها يعني هو يعني هي مختلفه شويه، زي الهند مثلا بيبقوا عاملين حاجات حمراء في ايديهم، بيبقى هو دي الاجواء الاحتفاليه صح. بتاعتهم. فدي الاجواء الاحتفاليه النهارده بتاعت الجزائر، اللي هو يكون الـ ان احنا ندي شكل الحنه بشكل مختلف. طب مختلف. مكونات الحنه دي ايه؟ اللي هو حنه بس هو الحنه، وتحطي عليها الميه خلاص، وتعجنيها زي عجينه كده زي طريه كده، وتمشيها بايدك وانت تعمليها زي ما انت عايزه. يعني ولو عايزه تخليها ترسميها رسومات فبتخليها ايه، خفيفه. بس انا لو احنا في المولد بنخليها بالشكل ده، ونرسم بيها للعيال ايديهم. قبل الكبار يعني في نفس اليوم اللي هو بتاع المولد. نفس يوم المولد. طب وايه تاني برضو بنقدر نحتفل بيه يعني في ال بصي هو عامه طريقه المولد عندنا عمول ما يبتدي ازاي. احنا مثلا كعاده وتقاليد، انا في المنطقه بتاعتي اللي ساكنه انا ناحيه الغرب، قبل المولد بيوم نقوم العيال كلنا احنا نطلع للبيوت في بيوتنا، ونقعد نخبط من كل بيت، لازم نطلع حاجه،
حاجه احنا عندنا الكلام ده هنا في رمضان بنعمل الموضوع ده ان هو الطباخ. لا بس دي احنا لا احنا بنروح قبل بيوم بنروح من كل بيت بناخد مثلا اللي بيديكي بصل، اللي بيديكي بطاطس، اللي بيديكي لحمه، اللي بيديكي فراخ، ده ليه؟ عشان نعمل كلنا مع بعض. مثلا احنا بنبقى في شارع كبير فبناخد المكونات دي كلها في بيت اللي هو الكبير زي ما بكيب بيت العيله، فبنروح ايه بنعمل طبخه سواء كسكسي سواء اي حاجه، فاحنا ايه ونعملها ونقعد تاني يوم في المولد بالنهار كده بنعمل اكله شعبيه. مثلا عملنا كسكسي، عملنا حاجه اسمها البركوكس جميله جدا 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 وتلاقي للشتاء. اسمها ايه؟ بركوكس. بس إيه بتبقى البركوكس؟ دي حاجه زي برده زي الكسكسي بس تخينه شويه. ونعملها برده طبخه باللحمه المكونات اللي لميناها من الجيران، ونقعد ونفرش الشارع كله وكل الجيران مع بعض اللي تطلع حلوياتها. عندنا الحلويات دي الحلويات دي يعني انا عامله الصنف ده، جارتي عامله صنف تاني. انت عامله اصلا كذا صنف متهيئ كذا صنف. ايوه انا بديكي فكره، مثلا انا عملت صنف، جارتي عملت صنف، التانيه عملت، فكلنا بنتجمع الاصناف كلها وبنقعد قعدتنا وسهرتنا بيوم المولد كده. قبل يوم المولد بتبتدي بقى الاحتفال ان احنا نعمل الاكل اللي هو اللي احنا عملناه ده، والحلويات بتاعت المولد، والتاي اللي انت قلت لي عليه، ورسومات الحنه، وبيبقى كمان برضو قلت لي ان بيبقى فيه لبس معين للاطفال. اكيد اللبس التقليدي ده لازم لازم اللبس التقليدي ده الستات والاطفال، مش بس الاطفال، بس برضو الاطفال شفتي ان لما تديهم حاجه قديمه بيحبوا بيحبوها. عندنا حاجات كتيره، الكراك والقسنطينيه، البلوزه التونسي، الغرب بلوزه الغرب، حاجات كتيره حاجات كتيره. فبيبقوا كله عرايس صغيرين كده وقاعدين والشموع وكله. بجد انت النهارده نورتيني وانا النهارده فعلا حسيت ان احنا النهارده عاملين مولد في الجزائر بطريقه فعلا مختلفه عن اللي احنا متعودين عنه، وده كله النهارده عرفته لنا الشيفه الجزائريه الشيفه عاليه. بجد الحاجه شكلها جميل وعلمتنا حاجات جديده اول مره تقريبا نسمع عنها. موضوع برضو الرسومات الحنه اللي هي بتبقى معموله في المولد، احنا عارفين ان الحنه في يوم الحنه مثلا العادي، هي دلوقتي ادتنا افكار جديده ان احنا ازاي نحتفل بالمولد. وبجد احنا بنشكرك جدا يا شيف، ودايما ان شاء الله تكوني متالقه يا رب باحسن الطرق. وبشكر جميع مشاهدينا، وكل سنه وانتم طيبين، ويعود عليكم يا رب الايام بخير. شكرا.